شفتك في الجيم وكنت جايب ضابط عمليات خاصه اسمه هميشه بيدربك وبتجهز نفسك، حتى انا اتخضيت وبتاع، فما شاء الله يعني. فالتجهيزات دي انت يعني كلمنا على الدور، واول هل الدور ده اتكتب وانت صنعته ولا جالك الورق ولا ايه؟ والله هو كان يعني كان في دماغي ان انا اعمل فيلم ما فيهوش اي ما، يعني كان حلم حياتي ان انا اعمل فيلم في المرحله اللي هي بعد الانحلال ما اسمعش فيه كلمه الخلطه والتحبيش، كلمه الخلطه دي ما اسمعهاش في المقال. حتى لما ظهرت جزء اجزاء منها بقيت تاخدوها على مضض. ولا ويعني مثلا الفرح ده اغنيه لازم يبقى فيه فرح في الشارع عشان اعرف اجيب المجرم واهرب بيه وحاجات كده، وكان مدتها ما فيش 20 ثانيه رغم ان الاغنيه اتحرقت، حرقتوها يعني. بس فالحمد لله ده كان التارجت بتاعي. انا مؤمن جدا ان والله، وكنت قايل ده للحاج احمد، قلت له يعني انا لحد اخر يوم تصوير الحمد لله، ودي حاجه برضو لازم يعني لازم اشكر فيها الحاج احمد السبكي، ان احمد السبكي ما بيفرضش عليك موضوع، هو اب بيبقى يعني بيحبز ان انت تعمل فيلم في عناصر تضمن له المكسب، ولكن لما قلت له انا مؤمن بالفكره دي ما جادلنيش ولا اعترض، قال لي خلاص انت مسؤول وبراحتك اعمل الفيلم اللي انت عايزه، وما قدم يعني ما قدمتش اي تنازلات ولا اي حاجه. ما كانش في قلق حكايه الايرادات وال كنت خايف يعني في طبعا انها تجربه بالنسبه له كلها افلام كانت خلاص عملت شعبيه بالظبط، يعني انا كنت مراهن على ده، انا مراهن ان في الاخر ان الحاجه الكويسه اكيد هتنجح، الحاجه اللي انت مش مقدم اي تنازلات متنازل عن كل العناصر التجاريه، انت عامل موضوع وشخصيه وبرده في كوميرشال، يعني الاكشن يعني ده في حد ذاته كوميرشال طول يعني بالظبط، يعني ده كان فكره ان هو ضابط شرطه وخرج عن الـ يعني عن النظام عشان عنده قضيه شخصيه ما عايز يحقق العداله فيها، وهو كضابط شرطه برده شايف ان في قضايا كتير جدا بتوصل تقعد سنين في المحاكم مش فيها حكم، وخايف ان قضيته الشخصيه دي تكون مع ناس بيعرفوا يتلاعبوا بالقانون، ان في الاخر يخلوا حد يلبس زي ما بقول لياسر جلال في اللي هو رئيس المباحث بتاع الفيلم، قلت له هنقعد سنين في المحاكم وفي الاخر هيلبسها ادفع واحد فيهم، يعني انا هيبقى القضيه قفلت ونجحت بس انا ما خدتش طار مراتي من اللي قتلها فعلا، ممكن يبقى اللي اتحبس ده واحد ما كانش موجود اصلا، وده بس عشان نوفر فيه الجانب الكوميرشال، عشان بس الفيلم يبقى اكشن، ان الاكشن لازم الجمهور بيتوحد مع بطل واحد اللي هو البطل الفيلم، فمن هنا حصل اللي هي القضيه الشخصيه اللي هو وفي الاخر نصر، يعني في الاخر احنا قبل ما ندخل تصوير اصرينا انه في الاخر كرجل قانون لازم ينصر القانون. الاثنين والله، يعني رقم واحد عايز اقول ان انا ممثل، عايز اقول ان انا اعرف اعمل ده واعرف اعمل ده، دي حاجه عايز اقول ان انا ان النجاح ما تربطنيش او ما تربطوش نجاحي بعناصر انا ماليش اي دخل فيها بالظبط، او بشكل اللي هي المهرجانات مثلا الحاجات دي كلها، لا انا والحمد لله شد اجزاء نجح اكتر من كل اللي انا عملته. والله يعني عمل الإرادة اللي عمله عبده موتى اهو في اقل من اللي عبده موتى عمله في 9 اسابيع، هو قبل 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 الاسبوع الثالث ما يخلص هيبقى محقق خمسة إيرادات. وكمان فنيا كان يعني فنيا كان احسن طبعا، بس ده معناه بقى يا محمد ان انت لو جالك